الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل أن نبدأ درس اليوم يعني أنبه إلى مسألة مهمة، وهي مسألة يعني الاهتمام بالعلم بالعمل بعد العلم. يعني أنت تدرس العلم ليس لمجرد الثقافة أو لزيادة المعرفة أو زيادة المعلومات، أو طبعا يعني لنيات سيئة، تنمر وتكبر على الناس أو غير ذلك، بل أنت تدرس العلم إيه؟ للعمل به. يهتف كما قال القائل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فينبغي أن يحرص طالب العلم أن يكون هو من أول من يعملون بما تعلموا. ولذلك يعني ورد عن بعض السلف أنه قال: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به فهو عالم. لا يزال الرجل جاهلا بما إيه؟ علم. يعني الحاجات اللي أنت بتتعلمها سواء كان في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير أو في فضائل الأعمال أو في غيرها، فالإنسان يكون جاهلا حتى بمجرد هذا العلم فقط، فإذا عمل بها فهو عالم. فالعالم الحقيقي هو الذي يعني يكون له ثمرة أو حظ من مما يتعلمه. لا يتصور أن يعني واحد يأمر الناس باتباع السنة والاهتمام بالنوافل وهو من أبعد الناس عنه. لا يتصور أن واحد يعني يأمر الناس بالصدق وهو كاذب. لا يتصور أن يأمر الناس بالأمانة وهو خائن. فلابد أن يتبع العلم إيه؟ العمل. لابد من العمل. وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، وهذا من باب يعني التفكر طبعا والتدبر في آيات الله عز وجل، الآية اللي هي المشهورة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. طيب أمن هو قانت آناء الليل، يعني يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله عز وجل، ده اسمه إيه؟ علم ولا عمل؟ هذا عمل صالح من ضمن الأعمال الصالحة. طيب آخر الآية إيه؟ قل هل يستوي الذين يعملون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ للدلالة على أن العلم الحقيقي يكون فين؟ في العمل. لأن اتساق الآيات، آخر الآية يتسق مع أول الآية: قانت آناء الليل قائما وسجدا يرجو، يعني أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. كل هذا عمل صالح، لكنه كان نتيجة إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون. يبقى العالم الحقيقي هو الذي يقنت ويسجد ويحذر الآخرة ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. أثمر هذا العلم العمل الذي جعله يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا دلوقتي يعني موضع عند بعض الناس تيجي تذكروا حاجة يقول لك إيه؟ من عارف الدخان حرام، يقول لك من عارف الأغاني حرام، من عارف الصلاة واجبة تعالى نصلي، من عارف من عارف من عارف. طيب فماذا بعد من عارف؟ ماذا أثمر هذا العلم؟ ما هو عارف دي يعني عالم، يعلم وجوب الصلاة. أنا واحد مرضى من زميلنا كده يعني كنت دايما أذكره كده بمسألة يعني الصلاة الجماعة وأهمية صلاة الجماعة، يقول لي لا ما تقوليش ما تعرفنيش عشان يعني ايه ما تبقاش حج عليا، خليني جاهل كده احسن. لا، ما هو دي برضو مصيبه كبرى، يعني مصيبه اخرى، ان الجهل نفسه مصيبه. يعني مش معناه ان الواحد خلاص كده يقول لك طب الحمد لله انا ايه ما اعرفش. لا، انت ينبغي ان تعلم ثم ايه ثم تعمل بما علمت. طيب نرجع الى درسنا. كنا توقفنا في اخر لقاء عند تفسير سوره الغاشيه. طبعا المرة السابقة كان في اختبار، وإن شاء الله نتيجة الاختبار المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كان في اختبار احنا نبهنا عليه أكثر من مرة وأجلناه تقريبا أسبوع باين، أجلناه كمان لا اتعمل، والناس اختبرت في المرة السابقة، فالواحد حتى اللي يغيب لازم إيه يسأل.
حضرتك كنت غايب، فلازم الواحد يسأل يعني شوف انتوا خدتوا ايه، يعني ايه اللي حصل. حتى في الأنشطة اللي احنا بنذكرها برضو الغياب ده ليس عذر، هو قد يكون عذرا للتخلف نفسه لكن مش عذر اللي ايه لما يترتب عليه. واحد مثلا مريض خلاص ما جاش، هنعمل له ايه؟ واحد مثلا يعني ليه عنده سفر او عنده كذا فهو معذور، لكن ليس معذورا في ان خلاص انا كنت غايب المره اللي فاتت يبقى خلاص انا ما ليش ليس لي شان. لا، انت دلوقتي بقيت طالب علم لابد ان انت تكون حريص. طب انتوا خدتوا ايه المره اللي فاتت؟ طب حتى لو كان الدرس دوت مسجل الواحد يعني يسمعه حتى يكتب الفوائد اللي هي المتعلقه بيه، النشاط اللي كان موجود كان فيه اختبار ولا لا. فكل هذه اسئله. هذا الاختبار طبعا كان الهدف منه يعني مسألة إن يعني تيسير على الإخوة والأخوات طبعا يعني طلبة العلم، إن هم مسألة إنه يعرف يعني كيفية الإيه السؤال كيف يكون، لأن بعض الإخوة كده حس إن هي معلومات طب أنا الامتحان ده هيبقى شكله إيه يعني. فجاء سؤال مثلا صواب وخطأ، وجاء سؤال أكمل، وجاء سؤال اختيار. فديت إيه دي أنواع من الإيه أنواع من الأسئلة. ويعني الدرجات يعني عموما كده انا لسه ما كملش بقيه التصحيح، لكن درجات عموما يعني مبشره، ولكن طبعا فيها خلاها بقى المره اللي جايه ان شاء الله الفكاهات. والله اكلم بقى بتوع الاخوه بتوع الاداره ونشوف كده. طيب وهذه سوره هذه سوره الغاشيه. وسوره الغاشيه تسمى ايضا سوره هل اتاك حديث الغاشيه، وتسمى كذلك سوره هل اتاك. وهذه السورة سورة مكية، وذكرنا مرارا وتكرارا أن القرآن المكي هو إيه؟ ما نزل قبل الهجرة. طبعا هو في قول يقول أن القرآن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، ولكن الراجح والذي عليه الجمهور أن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة. وهذه السورة احنا طبعا المره اللي فاتت ذكرنا ان في سوره الاعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بها في العيدين والجمعه. والحديث رواه الامام مسلم عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا سبح اسم ربك الاعلى والغاشيه في صلاه الجمعه والعيدين. يبقى كان بيقرن بين ايه سوره الاعلى وسوره الغاشيه. طيب يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: أي قد جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث القيامة، وسميت الغاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. فهل أتاك حديث الغاشية؟ هذا استفهام. وبعض العلماء قالوا أن هذا الاستفهام يعني هو للتحقيق والتقرير، هل أتاك حديث الغاشية، أو قيل أن المقصود به التعجب أو التعجيب من حديث القيامة والتشويق للاستماع إليها. لأن احنا قلنا قبل كده أن مسألة أحيانا بيكون نوع من أنواع التعليم، التعليم بالإيه؟ بالسؤال، السؤال فينتبه المستمع ويحاول أن يجيب، وإن لم يستطع أن يجيب فإنه سوف ينتبه للإيه؟ للإجابة. والرسول صلى الله عليه وسلم استخدم يعني هذا الأسلوب كثيرا في يعني بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم. وقلنا هنا السؤال إما للتعجيب وإما للتقرير، ويعني طبعا وكذلك أيضا افتتاح السورة بهذا السؤال بما فيه من تشويق وتعجيب وانتظار للإجابة، كذلك أيضا يدل على أهمية هذا الخبر وأنه من الأخبار التي ينبغي الاستعداد إليها والاهتمام بها. فهل أتاك حديث الغاشية؟ يعني استفهام. وقال وكما ذكر هنا الشيخ الأشقر أن أيضا قول لبعض المفسرين أن كلمة هل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى قد. هل تأتي بمعنى قد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه إيه؟ حديث الغاشية في صور كثيرة وفي أخبار يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا كثيرا أن الغاشية هو اسم من أسماء يوم القيامة. وإحنا قلنا أن أسماء يوم القيامة كثيرة، أكثر من 40 اسما ذكرها بعض من جمعوا الأسماء، وكل اسم يدل على بعض الأهوال التي تحدث في هذا اليوم العظيم. فهنا سميت القيامة بالإيه؟ بالغاشية، لأنها تغشى الناس، تغطي الناس بأهوالها العظيمة
والمخاطر التي تحدث فيه. هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم ذكر الله تبارك وتعالى مشهدا مما يحدث يوم القيامة، فقال وجوه يومئذ خاشعة، أي إن الناس يكونون يوم القيامة على فريقين. الأول هذا الذي ذكر في هذه الآية، وجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيه من العذاب. وجوه يومئذ، يبقى يومئذ المقصود بإيه؟ يوم القيامة. وخاشعة يعني ذليلة، وجوه ذليلة وحقيرة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة، ووجوه، طب هنا ذكر وجوه وهي تدل على إيه؟ على الـ يعني الإنسان بأكمله. فالوجوه المراد بها إيه؟ أصحابها، يعني أصحاب هذه الوجوه هم أصلا إيه؟ خاشعون، من ليس من الخشوع اللي هو الذي يجر عليه الإنسان في الدنيا، ولكنهم من الإيه؟ من الذلة، من الذلة والمهانة. وإحنا قلنا إنه يعني الوجوه مراد بها أصحاب هذه الوجوه، وذلك من باب التعبير بالجزئي للدلالة على الكل. إحنا مرت علينا في سورة النبأ يوم ينظر المرء ما قدمت إيه؟ يداه. قبل يد بس ولا ما قدم كل المرء ما فعله، لكن ذكر الجزء للدلالة على الإيه؟ على الكل. لو هو مشى إلى الحرام، لو هو نظر إلى الحرام، لو هو استمع، فكل جوارحه سوف يحاسب عليها. ولكن ذكر كلمة يداه لأن هذا أغلب الإطلاقات، يعني دايما إيه؟ كسبت يداه، عملت يداه، ينسب إلى اليد ما يكسبه أو ما يفعله الإنسان. وكذلك أيضا ذكرت باب الوجوه لأنها أشرف أعضاء الإنسان، وذكرت الوجوه لأنها أشرف أعضاء الإنسان، وهي التي يظهر فيها الأثار سواء مثلا الحزن أو الفرح، هي التي يظهر إيه؟ يظهر على إيه؟ على وجه الإنسان. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. قال الشيخ الأشقر كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة ولا أجر لهم عليها لما هم عليه من الكفر والضلال. لأن أحيانا بعض الكفار قد يتعب، قد يتعبد، وقد يفعل بعض الإيه؟ بعض الأمور المستحسنة أو التي يعني يحبها الناس، ولكنه لا يؤجر عليه. قد يعمل بعض الأعمال التي تبدو في ظاهرها الصلاح، لماذا لا يؤجر عليها؟ لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال، ده شرط عام، وفي شروط خاصة اللي هي الإخلاص والمتابعة. فالشرط العام لقبول الأعمال هو إيه؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى حتى يقبل هذا العمل لابد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طب الكفار لو عملوا بعض الأعمال اللي ظاهرة الصلاح، ما عندهم فيه الرفق بالحيوان، ومش عارف حقوق الإنسان، وكيف يعني الأيتام، ورعاية اللاجئين، وأعمال ظاهرها الصلاح، إيه يعني ماذا هذه الأعمال؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعمال عن الكفار في سورة الفرقان، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورة لا يجزون عليه. هذه الأعمال يجازون عليها ولكن في الدنيا. في سورة الأحقاف قال الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فيجزون على هذه الأعمال التي ظاهرها الصلاح في الحياة الدنيا، يعطون أموال، يعطون صحة، يعطون تكنولوجيا، يعطون بعض نعيم الدنيا. أما في الآخرة ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم اللي هو يوم القيامة تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بالنسبة ليهود ونصارى وقيل إن حسناتهم توزن فتخفف عنهم العذاب في النار. من قال هذا؟ من قال هذا بس؟ انت بتقول قيل، من قال هذا؟ الواحد لما يجي ينسب قول يقول ايه فلان قال. مين؟ الشيخ خالد الراشد. طيب الدليل ايه؟ مش الدليل ده، هو بيكلم بيقول ان هم خالدين في النار. تمام، لان المشرك خالد في النار مش يخرج منها خالد. وقيل قول ان حسناتهم توزن وتخفف عنهم العذاب. لا، هذا لابد له من دليل، يعني اللي بيذكر قول لابد ايه ان يستدل، يعني الدليل من القرآن او من السنة. انا لما ذكرت دلوقتي ذكرت فين؟ من القرآن. قلت ان هو ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيبة، دي في القرآن ولا لا؟
وبالنسبة لأعمال الكفار قال الله عز وجل في سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ده هذا يوم القيامة. أما في كده أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالذي يقول أنه يخفف عنهم بسبب الأعمال يوم القيامة يعني يأتي بالدليل، وإذا أتى بالدليل فنحن كما قال يعني القائل يعني كما قال الإمام الشافعي وغيره يعني أئمة أهل السنة، إذا رأيتم الحديث الصحيح يعارض رأيي فاضربوا برأيي عرض الحائط، والحديث الصحيح مذهبي وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، وأشار الإمام مالك إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني، فهنا قال إيه عاملة النصب، فهذا القول اللي ذكره الشيخ الأشقر كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة ولا أجر لهم عليها لما هم عليه من الكفر والضلال. وهناك قول لبعض المفسرين إن هو قال عاملة النصبة يعني في يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، وهذا ما يدل عليه السياق يعني سياق الآيات. هو قال إيه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، طب ليه خلها عاملة ناصبة في الدنيا؟ طب ما هي عاملة ناصبة أيضا إيه يوم القيامة، يعني تتعب وتكد وتقاسي من الأهوال، فهي هذا الأمر يكون في إيه؟ يكون في يوم القيامة. ما هي القول فيه القول قال كده، قال هي ظاهرها أنها خاشعة وعاملة وناصبة ومع ذلك فهي يعني لا أجر له. والقول الثاني اللي هو لعله الأرجح أنه كل دوت إيه مذكور فين؟ في سياق الحديث عن يوم القيامة. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني هذه الوجوه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وتذل كما ذكرنا على أصحابها تصلى نارا حامية. هذه النار العظيمة التي أعدت للكفار والمجرمين والمعاندين والمكذبين، وكلمة تصلى من الصلي اللي هو شدة الحرارة يصلى، فتذوق من حرارة النار الحامية التي أعدها الله تبارك وتعالى للكفار والمكذبين. تصلى نارا حامية وكذلك أيضا تسقى من عين آنية. يقول الشيخ يعني شدة حرارة مائها، العين اللي هي عين الماء المعروفة، وهذه الماء آنية يعني بلغت منتهاها من الحر كما قال ابن عباس رضي الله عنه، بلغت إيه يعني أشد درجات الحرارة. تخيل أنت لما تكون شوية مية كده وبتغليهم جابوا درجة الغليان درجة 100، هل تستطيع أن تضع يدك فيها؟ ده هذه النار إيه؟ نار الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نار الآخرة نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة، فقال يا رسول الله إن كانت يعني لكفت، إن كانت مثلها لكفت، لو كانت نار الآخرة زي نار الدنيا ما احنا بنشوف النار وتحرق وتدمر، يعني تدمر وتفني الإنسان لو وضع يعني فيها، فإن كانت مثلها لكفت. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. فهنا قال تسقى من عين آنية يعني بلغت إيه منتهاها من الحر، والعياذ بالله. يعني تخيل هذا الماء هذا هو إيه سقياهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد وسقوا ماء حميما، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل السلام، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فالإنسان يعني يستعيذ بالله عز وجل من النار ومن عذاب النار. وحينما يستغيثون يوم القيامة ذكر الله عز وجل مشهدا آخر في سورة الكهف، وإن يستغيثوا يعني يستغيث يطلبون الغوث ويطلبون المعونة ويطلبون المساعدة، وإن يستغيثوا يغاث، ولكن يغاثوا بإيه بقى؟ بماء كالمهل للدردي الزيت أو الفضة المذابة، بماء كالمهل يشوي الوجوه. بخار الماء حينما ينظر إليه أهل النار والعياذ بالله تتساقط وجوههم من شدة حره، فما بالك بهذا الماء حينما يكون يعني شرابا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نجينا من النار ونجينا من عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان إذا كما ذكر الصحابة كان حينما يصلي صلاة النافلة أو قيام الليل كان إذا مر بآية فيها نعيم سأل الله عز وجل من فضلها، وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله عز وجل من شره، وهذا يكون في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. قال الله سبحانه وتعالى تسقى من عين آنية، ثم قال الله عز وجل وما زال يعني تعداد عذاب أهل النار والعياذ بالله، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال هو نوع من الشوك يقال له الشبرق، يعني شكلها كده الشبرق، في لسان قريش إذا كان رطبا فإذا يبس فهو الضريع،
يعني وفي نوع كده شوك في في الصحراء، فحينما يكون رطبا يعني اخضر فاسمه ايه الشبرق، وحينما ييبس يعني يكون جافا يسمى ايه الضريع. والدواب لا تاكله، حينما تاكله فتلفظه لا تاكله لا تحب اكله، فما بالك اذا كان هذا. وهذا كما ذكرنا ان هذا ايه لتقريب المعنى، ولكن لا يعلم حقيقته الا الله سبحانه وتعالى. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هو فائدة الطعام ايه؟ الشبع، ان الانسان ياكل حتى يشبع. فهذا الطعام ولذلك حتى سمي طعاما تهكما، لانه في الحقيقة ليس بطعام، لا يستطيعون ان ياكلوا فيسوغون، لا يستسيغون هذا الطعام، لا يسمن. فائدة الطعام هو يشبع ويكون سبب لسمن الانسان ولقوته. فهذا الطعام الذي يعتقدون انه طعاما لا يسمن ولا يغني من جوع. بعض البعض العلماء ذكر هنا في يعني قال فإن قلت كيف قيل ليس لهم طعام إلا من ضريع، ده اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب حصر وقصر، يعني ليس لهم طعام إلا من ضريع. طيب في سورة الحاقة قال الله تبارك وتعالى ولا طعام إلا من غسلين. طب هنا الضريع اللي هو الشوك، والغسلين اللي هو عصارة أهل النار والعياذ بالله، فكيف يعني يجمع بينهما؟ الجمع بينهما وليس بينهما تعارض. إن الأصل في نصوص الوحي أنه دي قاعدة مهمة جدا جدا، الأصل في نصوص الوحي من كتاب أو سنة ليس فيها تعارض. قد يكون هناك تعارضا ظاهريا فين؟ في ذهن القارئ أو المستمع. وأجاب علماء أهل السنة وعلماء الإسلام عن كل ما ظاهره، ما في ظاهره إيه؟ التعارض أو من المشكلات. فالجمع بين ان هو ولا طعام الا من غسلين وليس لهم طعام الا من ضريع، قال ان العذاب يوم القيامة الوان، فالعذاب الوان، فهناك اناس لهم طعام ايه من ضريع، وهناك اناس لهم طعام من غسلين، وهناك اناس لهم طعام كمان من زقوم. ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون، هذه شجرة ايضا طعام ايه لبعض اهل النار. فيتنوع العذاب، كما يكون مثلا هناك بعض الآيات إن الكفار يتكلمون يوم القيامة، في آيات تدل على أنهم لا يتكلمون. فيوم القيامة يوم طويل جدا، كم 50,000 سنة، ففي بعض المواضع بعض المواطن يتكلمون وبعض المواطن لا يتكلمون، وهكذا يعني الجمع في بمثل في هذه الآية. فمنهم أكلت الزقوم، ومنهم أكلت الغسلين، ومنهم أكلت الضريع، هذا تلون من أنواع العذاب عياذا بالله من ذلك. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الصنف الثاني والفريق الثاني، قال وجوه يومئذ ناعمة. احنا قلنا قبل كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر صنف ويذكر ما يقابله، هذا يسمى ايه؟ يدل على أن يعني معنى أن القرآن مثاني، مثاني يعني يأتي بالشيء وما يقابله، أهل الجنة وأهل النار، المتقين والفجار، الجنة وما فيها من نعيم والنار وما فيها من عذاب. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا في الآيات التي بعدها. فقال هنا وجوه يومئذ ناعمة، يعني يقول الشيخ ذات نعمة وبهجة، وهي وجوه أصحاب الفريق الثاني لما يشاهدوه من عاقبة أمرهم. كذلك ايضا دل ايه ذكر هنا الوجوه والمراد بها ايه اصحاب هذه الوجوه، وهذا ايضا من ذكر الجزء للدلاله على الكل، يتنعمون. واكثر شيء او يعني اظهر شيء يظهر فيه الفرح والسرور هو وجه الانسان. وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه، لسعيها راضية يعني لعملها الذي عملته في الدنيا راضية، لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها. هنا الشيخ جمع بين القول، كلمة لسعيها راضية بعض المفسرين قالوا لسعيها يعني لعملها، حينما عملت أعمالا صالحة، صلت وصامت وذكرت وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وفعلت الطاعات الكثيرة. والإمام النووي رحمه الله بوب باب في كتاب رياض الصالحين، باب كثرة طرق الخير، كثيرة هي طرق الخير التي ينبغي على المسلم أن يتعرض له. فلما عملت كل ذلك فهي راضية عن إيه؟ عن أعمالها التي عملتها في الدنيا. والقول الثاني قال إن هي راضية بالجزاء الذي أعطاها الله سبحانه وتعالى
في الآخرة. وين الشيخ يعني لما ذكر الجملة جمع بين القولين قال لعملها الذي عملته في الدنيا راضية لأنها قد أعطيت إيه من الأجر ما أرضاه، وهذا مستلزم لهذا اللي عمل صالحات استلزم أن يكون إيه له ثواب يعني عظيم يوم القيامة لسعيها راضية. وطبعا يعني الرضا يعني هذا من أعظم نعيم أهل الجنة، من أعظم نعيم أهل الجنة أن يرضوا. فكما ورد يعني في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل الجنة فيقول لهم إيه هل رضيتم، فقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أنعمت علينا وأدخلت الجنة وزوجتنا بالحور العين وأنعمت علينا بالنعيم و. فالله سبحانه وتعالى يقول فاليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله سبحانه وتعالى هو أعظم نعيم أهل الجنة، وهذا مما يرضي به إيه أهل الجنة. لسعيها راضية في جنة عالية، وهذه الجنة عالية، عالية القدر وعالية المكان، يعني عالية القدر اللي هو إيه المعنى المعنوي، وعالية المكان هو المعنى إيه المعنى الحسي. فالجنة تشمل الاثنين، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية يعني في هذه الجنة لا تسمع فيها إيه كلام لغو وباطل، لا يسمعون لغوا ولا تأثيما. فسبحان الله يعني سماع اللغو نفسه هذا من منغصات الحياة. الواحد لما يقعد كده مثلا في مجلس ويسمع الناس إيه يكذبون، ويسمع الناس يسخرون، ويسمع الناس يستهزئون، كل هذا اسمه إيه من منغصات الحياة. الإنسان السوي العاقل المؤمن يشمئز ويرفض هذه الأمور. في الجنة ليس فيها إيه ليس فيها لغو، إنما هي كلها نعيم، ليس فيها أي نوع من أنواع الكدر مهما صغر. فقال الله سبحانه وتعالى فيها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. هو الشيخ أنا أسقط بعض الآيات كده لم يذكر معناها يعني لورودها قبل ذلك. فيها عين جارية، والعين هي نبع الماء، وعين جارية اللي هي التي تسير. وهنا كما قال يعني المفسرون أنك عين جارية هنا اسم جنس، ليس المقصود عين واحدة وإنما هي إيه عيون كثيرة. لكن لما يذكر هنا المفرد بهذه الطريقة فإن يدل على إيه على كثرة الإيه كثرة العيون. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة، كذلك أيضا في هذه الجنة سرر، والسرر هو المتكأ الذي له قوائم، ده معنى كلمة إيه السرير في لغة العرب الذي ينام عليه الإنسان وله قوائم. لها سرر مرفوعة وأكواب، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. فكذلك أيضا هذه الجنة فيها سرر مرفوعة وأكواب يشربون بها ويتنعمون، وهذه الأكواب كثيرة ويتنعمون بشرب الخمر، فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل فيشربون في هذه الأكواب. فيها أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. وهنا ذكر الشيخ معنى كلمة النمارق، قال النمارق هي وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. الوسائد هي التي يعني بالبلد كده اللي هي المخدات يعني التي يتكئ عليها الإنسان أو ينام عليه، ونمارق مصفوفة بجوار بعضها البعض، وزرابي مبثوثة. ويقول والزرابي هي التنافس التي لها خمل رقيق مفرقة في المجالس كثيرا. طب واحد يقول الزرابي هي التنافس يعني فسر الايه شيء صعب صح، احنا مش عارفين دي اصلا قبل دي. فالزرابية تنافس اللي هي معناها ايه اللي هي بيسموها البسط الواسعة، البسط اللي هي الايه زي السجادة كده يعني السجاجيد الايه منتشرة، زرابي هي البسط الواسعة الفخمة وهي كثيرة منتشرة، وهذا من النعيم. وذكر طبعا وصفها في آيات أخرى، قال ايه بطائنها من استبرق. البطائن ايه هي البطائن؟ السجادة لها ايه ظهارة وبطان، الظهارة اللي هو الشيء اللي ظاهر اللي هو اللي طالع ده من فوق. فذكر الله سبحانه وتعالى ان بطائنها يعني اللي هي بما يلي الارض اللي هي الجزء اللي تحت الارض، بطائنها من ايه من استبرق يعني من الحرير، من الحرير اللي هو الثخين. طب لم يذكر الله عز وجل ايه الظاهر، فلما ذكر البطائن جعلك انت اذا كانت البطائن اللي هي طبعا تحت الارض بيعملوها اي حاجة، احنا في الدنيا يعملها اي حاجة اهم حاجة الواحد هيجلس عليه،
فاذا كانت البطائن اللي هي اي حاجه في الدنيا ديت من ايه؟ من افخم انواع الحرير، ده دي البطائن مما يلي الارض، فما بالك بالظواهر. فيسرح خيالك في يعني هذا النعيم العظيم. وزرابي مبثوثة يعني منتشرة ومفرقة في المجلس، وزرابي مبثوثة. فذكر الله سبحانه وتعالى إلى هنا يعني نعيم إيه؟ نعيم أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهنا يعني كأن هنا في إيه؟ نوع مقابلة. هؤلاء هم أهل الجنة، وهؤلاء الذين ذكروا أولا هم أهل النار. فانظر لنفسك يعني أي الفريقين تختار. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار هما محلان، ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. يبقى الواحد بقى كده إيه، حتى برضو لما يسمع هذه الآيات مش يتكلم، مش يقول لك خلاص الآيات اللي هي اللي فاتت دي عن الكفار، أنا الحمد لله أنا مؤمن الحمد لله لرب العالمين، يعني طبعا الحمد لله إن إحنا جعلنا مؤمنين. لكن كان السلف ومن قبلهم طبعا الصحابة ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمعون آيات النار وكأنها نزلت لهم فيتأثرون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور إن عذاب ربك لواقع، إيه اللي حصل؟ غشي عليه، أغمي عليه، ومرض، وعادوه يعني زاروه كده في مش عادوه من المعاداة يعني زاروه في البيت. فبسبب ايه؟ انه سمع بس ان عذاب. طب يعني عمر بن الخطاب لما هو يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، فما بال يعني من هو اقل منه، فما بال من هو اقل من اقل من اقل لغايه بقى اخر السطر او لغايه اخر الصفحه. فلا شك ان الانسان ايه لابد ان يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي نحن نذكره، انه مساله الواحد يتفاعل مع الايات ويستشعر يعني اهميه الايات وينزل الايات كلها على نفسه فيتمنى هو يرجو. والمؤمن يعني المؤمن ايه كما قال الامام القيم رحمه الله تعالى ان المؤمن مثل الطائر، والطائر لا يستطيع ان يطير الا ايه الا بجناحين، وجناحي الطائر بالنسبه للمؤمن هما الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء في ثواب الله سبحانه وتعالى. فإذا قطع أحد الجناحين فالطائر لا يستطيع الطيران، وهو طبعا بقية المثال أن رأس الطائر مثل المحبة، لو قطع الرأس لمات الطائر، لو أحمد بيحبش ربنا سبحانه وتعالى خلاص ليس يعني هو في عداد الأموات. وإذا قطع أحد الجناحين صار سريع سهلا لكل إيه صائد وكاسر، يعني أي حد ممكن أنه إيه يستطيع الشيطان هو. ولذلك يعني المسلم يخشى الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله شديد العقاب، أن الله سبحانه وتعالى يعني واسع المغفرة وهو شديد أو سريع العقاب سبحانه وتعالى. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، وكأن هذه الآيات حتى نحن قلنا السورة ديت إيه مكية، ففيها تذكير أيضا لمين؟ لأهل مكة، لأنهم كانوا هم يعني يستمعون إلى هذا القرآن. ف يعني هؤلاء الذين تركوا الإيمان وتركوا الخشوع في الدنيا واستحقوا أن يعني يعذبوا في القيامة، فلابد لهم أن ينتبهوا ويسعوا إلى أن يكونوا من أهل الجنة الذين ذكروا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ببعض الآيات الدالة على قدرته حتى يدفعهم ذلك إلى الإيه؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكي يكونوا من أهل الجنة ويبتعدوا عن أهل النار. فقال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني يقول الشيخ يعني أي على خلقها البديع من عظم جسمها ومزيد قوتها وبديع أوصافها. وطبعا كما قال بعض المفسرين ويعني ذكر الله سبحانه وتعالى الإبل في هذه الآيات من بين سائر الحيوانات، لأنها في هذا الوقت كانت إيه؟ كانت أعز أموال العرب، أعز أموال العرب هي الإبل. ولذلك حتى في بعض الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر ولا حمر؟ طب بالضم يعني حمر، مين اللي موافق؟ ما حدش موافق. حمر لا ده حمر مستنفرة. حمر بالضم ضمة الاثنين أعزكم الله جمع إيه؟ حمار، حمر. تمام؟ والنعم الصح الصواب أن يقال حمر النعم، حمر بتسكين الميم والنعم بشدة وفتحة، فحمر جمع أحمر والنعم جمع نعام أو نعامة، وهي الإيه مقصود بها الإبل.
لكن حمر النعم، حمر جمع حمار والنعم جمع نعمة، يعني حمير النعمة ليس لها معنى، وده طبعا تسمعها من الخطباء كتير. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء. فالإبل الحمراء دي كانت عند العرب إيه؟ يعني شيء كبير ومعظم وفخم وله مكانة ومنزلة، زي دلوقتي بقى إيه؟ البترول. البترول طبعا يعني له يعني قدر كبير، وهو الذي رفع شأن كثير من هذه الدول. المهم أنه ذكر بما إيه؟ بما يناسب بيئتهم في هذا الوقت. فقال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، يعني وإلى السماء يعني رفعت فوق الأرض بلا عمد على وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل. هذه السماء العظيمة الشاسعة الكبيرة، وذكرت يعني معنا في السور قبل ذلك، وأقسم الله عز وجل بها في أكثر من يعني آيات كثيرة. هذه السماء الإنسان يتفكر ويتدبر فيها، لا ينشغل الإنسان كده بالسحب والأمطار وينسى أن يتفكر. لابد الإنسان يتفكر في خلق الله عز وجل. فالإنسان يتفكر في السماء، هذه السماء العظيمة الكبيرة خلقها الله عز وجل مستوية ليس فيها شقوق، ورفعت عن الأرض بلا أعمدة. فكل هذا من آيات الله الدالة على قدراته سبحانه وتعالى. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، يعني رفعت على الأرض مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول. هذه الجبال، واحنا ذكرنا قبل ذلك ان ربنا سبحانه ذكر الجبال كثيرا، وذكر ما سوف يحدث لها ايضا في يوم القيامة. وإلى الجبال كيف نصبت، وهذه الجبال جعلها الله للأرض أوتادا، وجعلها للأرض رواسي. فكل هذه من هذه الجبال العظيمة. وطبعا احنا هنا ممكن مثلا لا نتفكر، لان احنا يعني اصحاب المدن بيسموهم فقراء في مسألة التفكر والتدبر. انت طول ما انت ماشي بتشوف عمارات وبيوت وكده، لكن الانسان يتفكر امتى؟ حينما يخرج الى الخلاء، الى الصحراء، فترى الجبال وترى الصحراء وترى الشمس وترى السماء وترى الكون من حولك، وخاصة كمان لو ذهبت الى البحر ومشيت في عرض البحر وترى ان يعني خلق الله سبحانه وتعالى. فالانسان يتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. فاللي مثلا اللي يذهب يعني رحلة مثلا عمرة ولا حج ولا سفر، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحج والعمرة، وان يتابع لنا بين الحج والعمرة. فيتفكر كل ما هو يسافر طرق يعني طويلة شاسعة، فيتفكر في في خلق الله سبحانه وتعالى. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يعني ينظرون أيضا إلى الأرض كيف بسطها الله سبحانه وتعالى. ومر علينا في سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها، أخرج منها ماءها ومرعاها. قال بعض العلماء أن هذا لا ينافي مسألة كروية الأرض، لأن الأرض لما تبسط، الكرة هي الجسم الوحيد، بل العكس هذا يدل على ذلك، لأن الكرة هي الجسم الوحيد إحنا ما تنظر إليه ليس له ليس له نهاية، يعني ليس الترابيزة ديت هذا مستطيل فله نهاية يسقط منه. أما الأرض حينما تبسط فهي مبسوطة أمام الإنسان ليس لها نهاية، فهذا مما يدل على كرويته. وإلى الأرض كيف سطحت. فبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأدلة الدالة على قدرته، قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يختص الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، قال: فذكر إنما أنت مذكر، يعني فعظهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وخوفهم إنما أنت مذكر، يعني ليس عليك إلا ذلك، يعني أنت تذكر وتعرض الإسلام وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما الدخول في الإسلام والهداية الإسلام فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه معنى هداية هداية الإرشاد، الدلالة والإرشاد، اللي هو كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله عز وجل، لست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر، والتذكير هذا يعني يشمل كل المؤمنين، كما يعني الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا الأمر الذي فضلت به هذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير بالله عز وجل. والتذكير الذي ينتفع به حقيقة هم المؤمنون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، يعني حتى تكرههم على الإيمان لست عليهم بمسيطر. المسيطر هو المتسلط والمتجبر، يعني لست عليهم بمتسلط أو متجبر، يعني تجبرهم وتجعلهم يؤمنون وتجعلهم ينقادون، إنما هذه بيد الله سبحانه وتعالى، إنما عليك إيه؟ إن عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر. وكلمة مسيطر الجمهور قرأها بالصاد كما هي هنا، وبعض القراء زي ابن أو يعني ابن عامر قرأها بالسين، لست عليهم بمسيطر. أما الجمهور ومنهم عاصم قال لست عليهم إيه؟ بمسيطر بالصاد، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى عن الوعظ. وكلمة إلا هنا دي بيسموه إيه؟ استثناء منقطع، لأن فإلا تكون بمعنى لكن، لكن لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، لأنه لم يذكر إليه المستثنى منه، استثناء منقطع يعني لم يذكر المستثنى منه. فقال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي وهو عذاب جهنم الدائم، سمي العذاب الإيه؟ الأكبر، لأنه هناك عذاب فين؟ في الدنيا. أما العذاب الأكبر فيكون فيه يكون في الآخرة، وعذاب النار والعياذ بالله. فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم تختم هذه السورة بهاتين الآيتين، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم يعني رجوعهم بعد الموت حتى ولو أنكروه، ولكن هذه حقيقة عظيم. ولذلك ذكرت إيه؟ إن للتأكيد، إن إلينا إيابهم. وهنا إن إلينا إيابهم قال يقيل إنه إيه؟ أخرى اسم إن، هو اسم إن هنا فين؟ إيابهم، مش اسم إن منصوب تقول اسم خطوش النحو، لا هو قدم قدم الخبر على اسم إن، يعني إن إيابهم إلينا، ده سياق الجملة إن إيابهم إلينا. طب لماذا قدم؟ قالوا أن أنه يفيد التهديد، إن إلينا فقدم إيه؟ ما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا يفيد التهديد والوعيد وتأكيد أن رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غيره، إن إلينا إيابهم، وتأكيد أن رجوعهم إلى الله لا شك فيه، رجوعهم إليه ولا شك فيه، وفيه التهديد والوعيد، وأن حسابهم يوم القيامة يكون حسابا عسيرا. إن إلينا إيابهم، والآية بعد إيه؟ ثم إن علينا حسابهم، أيضا تأكيد أن الحساب عسير، نفس الإيه؟ قدمت أيضا قدم خبر إن على اسمه، ثم إن علينا حسابهم، لأن ذلك كله صادر عمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم إن علينا حسابهم يعني محاسبتهم، أي ثم نجازيهم بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى بالبعث. هذا هو آخر سورة الغاشية. طيب سورة الفجر، وسورة الفجر تسمى أيضا سورة والفجر بالآية الأولى التي ذكرت فيه. وهذه السورة سورة مكية، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هي السورة العاشرة في الترتيب، في ترتيب النزول، يعني السورة رقم 10، سورة رقم 10 يبقى في أوائل إيه؟ في أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعله في السنة الأولى. فهذه من أوائل هذه السورة. من مقاصد هذه السورة الكريمة تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم، عاد وثمود وفرعون الذين طغوا وتجبروا وأفسدوا في الأرض، فأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أيضا تذكيرهم بأحوال الإنسان في حياته، لأن الإنسان في الحياة إما أن يكون منعما وإما أن يكون يعني غير منعم، فذكر الله سبحانه وتعالى الحالين لهذا الإنسان في حال غناه وحال فقره، وردعه عن الانقياد لهوى نفسه ولفت نظره إلى، وذكر السورة يعني بعض أهوال، يعني في لفتة سريعة ذكرت بعض أهوال يوم القيامة، وأنه هذا اليوم العظيم لا ينفع الإنسان ندمه، إذا ندم يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن في الحقيقة لن ينفع، سوف يندم، ولكن ولا تساعة مندم، يعني في الحقيقة أنه لن ينفعه الندم. وفي النهاية بشرت السورة أصحاب النفوس والقلوب المطمئنة برضا ربها سبحانه وتعالى وبظفرها بجنة عرضها السماوات والأرض. هذا يعني ما تكلمت عنه السورة.